بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيك عزيزي. أنت عارف أني أنا قبل يومين نشرت بوست بطلب فيه منكم أسئلتكم أو مواضيع بتحبوا أني أنشرها في الحلقات القادمة، وعلى هذا الفيديو بديك تكتب تعليقك لموضوع حاب أني أنا أشرح لك إياه وأجاوبك عليه، منه بتعطيني أفكار للحلقات، منه أنا كسيف مخارزة بفيدك في المحتوى اللي بنشره. ما بين هاي الأسئلة بصراحة إلنا أخ عزيز هون، ويسامحني مش عارف أقرأ اسمه بسبب يوزر اليوتيوب، ولكنه دراغون بول ما في أي مشكلة، أثار موضوع جدا مثير للجدل، واللي هو لماذا أصبحت في هذا الزمان تقريبا كل الأنظمة مؤمنة بشكل رهيب، مما يجعل اختراقها شيء محبط وصعب جدا. بس لهون شكرا بالسؤال، باقي ما تبقى من السؤال راح تفهمه صديقي وراح أجاوبك عليه بشكل أكبر من خلال الفيديو. الآن فعليا أنت كشخص بتتابع قناتي أو أنت كشخص متابع لهذا المجال بشكل عام، بدأت تشعر أنه بطل في شيء متاح للاختراق مثل الماضي، يعني صارت أهبة أو أعلى مراحل تسليتك هي في البحث عن التسريبات، في متابعة جروبات الهاكرز، في الأخبار، بس أنت جالس مكانك سر، مش فاهم ليش صار الاختراق صعب. صرت تطلع يعني تشوف أدوات من جيت هاب، تشوف القنوات الفاضية اللي بتدلك فقط على أدوات بدون ما تعلمك هي بإيش بتفيدك حرفيا على أرض الواقع بشكل حقيقي، بدون ما نأخذ بوستات من بعض. ما في شيء مهم، يعني هاي الأدوات حتى اللي بتقولك هاي الأداة مثلا بتعمل من خلالها، بتخترق من خلالها شخص أو بتتبع موقعه، تيجي تطبقها بتلاقيها ما بتنفع. طب شو المشكلة اللي صارت اليوم؟ هل هي نوع من أنواع اللعنة؟ هل فعلا أنظمة اليوم صارت مؤمنة بشكل كبير ويستحيل اختراقها؟ هذا الكلام هو مجرد كلام من الخيال. لحتى أجاوبك على هذا السؤال تعال نرجع مع بعض لقبل 10 سنوات، إنجيرات أو برامج الراتب بشكل عام اللي أغلبنا بيعرفها، نجرات زي ما بنحب إنه إحنا نلفظها في العالم العربي بدل إنجيرات، الله يسهل على إخوتنا العراقيين هم اللي صاروا وبدأوا أثاروا نجرات بدل إنجيرات، وغيرها من البرامج الرات الأخرى، برامج لاختراق الأندرويد، طرق بروابط معينة، طرق بتبعت من خلالها رسائل SMS. كل هذا الكلام اختفى ليش؟ لأنه يا عزيزي فعليا أنظمة اليوم صارت مؤمنة بشكل بمنع الأشخاص اللي بتعلموا المجال بالشكل الخاطئ إنهم يستفيدوا كالماضي. كيف يعني يا سيف مخارزة؟ يعني يا صديقي العزيز، في الماضي كان في قسمين من الأشخاص اللي بتعلموا هذا المجال، وأنا هون مجاي أحكي لك عن قسمين، البلاك هات والوايت هات، ما بتفرق لأنه قد يكون القسم الأول فيه بلاك هات وايت هات والقسم الثاني نفس الشيء. اللي جاي أحكي لك إياه إنه في قسمين، قسم اللي لحق حاله ومشى في هالمجال بالشكل الصحيح من بدايته، والشكل الصحيح راح أفرجيك إياه بعد شوي، وقسم بدأ في المجال بشكل خاطئ وكمل فيه على مدار سنوات بشكل خاطئ. ليش؟ لأنها زبطت معاه عملية اختراق أو ثنتين أو 10. زي إيش يا أستاذ سيف؟ يعني يا صديقي اللي اطلع على المجال في عام 2011 أو 2009 أو 2012 أو 13، بدأ في المجال أول تعرفه على الموضوع برامج اختراق الأندرويد، برامج أنا بحكي مثل ما انت شايف برنامج بتنزله عندك على الديسكتوب في الويندوز وبتنفذ من خلاله اختراق اندرويد، او الانجيرات وموضوع الاتصال الخارجي او غيرها من البرامج الاخرى الفاضية، اكواد اختراق تطير حسابات فيسبوك، مواضيع ديدوس اتاكس بالشكل الغير حقيقي والغير واقعي. اللي كمل في هذا المجال بهذا الشكل الخاطئ لفترة طويلة طبيعي هاي الأيام يشعر إنه ما في عملية اختراق بتزبط معاه، ما في شيء يغذي شغفه تمام مثل الماضي، لأنه على أيام 2009 و2010 لحد 2014 كان هذا الكلام يصلح، كان إنجيرات فعلياً تطلع من خلاله، يعني خلينا نحكي هاي هي الانترفيس اللي من خلالها كان يكون عليها ضحايا، كان يطلع ضحايا هون تمام ويبيعوا الضحايا أيضاً لبعض، كان يقوموا بعمليات ابتزاز للأجانب، كان يقوموا بعمليات اختراق للناس، واحد يفتح بزنس من خلال هذا الموضوع تخيل، ويمشي مع الأمور ويفكر إنه هذا الشكل الصحيح للمجال أو الحقيقي، ولكن مجالنا بعيد كل البعد عن هذا الكلام الفاضي تمام. كان أيامها فعليا لازم يكون في وعي عند الأشخاص لحتى ما يتعرضوا لطرق الاختراق هاي، لأنها كانت تصير بسهولة، ولكن اليوم الموضوع أصعب، ويندوز صار أصعب اختراقه ولو أنه لسه موجود ثغرات عليه، صار بدك فعليا خبرة وعلم حقيقي في المجال لتنفذها،
اندرويد اي او اس. اندرويد اليوم يعني تعال نشوف مع بعض جوجل. خلينا نحكي جوجل اندرويد باج باونتي بروجرام. تعال خلينا نشوفه مع بعض. اندرويد اند جوجل ديفايسز. نشوف اندرويد شو بتقدم اليوم للشخص اللي بيلاقي ثغره ممكن من خلالها اي شخص يخترق اي موبايل بده اياه. تعال اطلع معي بالاسعار من $100,000 من الثغرات اللي بتعطيك بريفليجد اكسس بروسس عفوا، بتعطيك صلاحيات الروت الكيرنل لحد ما تصل للبيكسل تايتن ام اللي بيسموها بريزيستنس اللي هي زيرو كليك، بتاخذ $1,000,000 كاش. تخيل، فالموضوع بطل سهل زي زمان. راح تقول لي استاذ سيف انت عندك دورة اسمها اختراق الموبايل، اذا هذا الكلام حقيقي كيف انت بتدرب في المجال؟ بحكي لك يا عزيزي احنا مندرب بشكل مفهوم. الهدف اساسا من وجود دورة اختراق الموبايل هي جعلك مستشار امن للافراد، تكتشف اذا اجهزتهم مخترقة، تفهم كيف تساعدهم في هذا الموضوع للناس، كيف تفحص لهم اجهزتهم اذا مخترقة ولا لا، وكيف تتبع لهم موقع المخترق وتقدم هذه الخدمات كمستشار امني للناس. فيها طرق اختراق بتكون عن طريق اختراق الجيميل الاي كلاود، فيها طرق اختراق لاجهزة اندرويد او اي او اس القديمة. بهذا الشكل مننفذ الموضوع، وانا حاكي هذا الكلام باول محاضرة وبكل شخص بيشترك عندي في هذا الكورس. فهمت علي الموضوع كيف صديقي؟ ولكن على جهاز اندرويد حديث ماخذ اعلى تحديث واجدد تحديث من جوجل، نظام اندرويد اللي فيه، اذا بتلاقي ثغرة تخترق من خلالها اي جهاز شوف المكافآت اللي بتحصلها. فالموضوع بطل تافه وسهل زي زمان، تمام صديقي العزيز؟ فالآن انت صرت بحاجة لوجود خبرات حقيقية عندك لحتى تنفذ اي عملية اختراق على اي نظام بدك اياه، تمام؟ فلانه صار في خبرات حقيقيه للموضوع، فالناس اللي ما كانتش تعرف طريق غير الانجيرات غير الطرق السهله، ضغطتين زر على اداه معينه بطلع منها اللي بدي اياه وكانت تنجح، كسر البروكسي الاي بي النو اي بي والاتصال الخارجي، كل هذا الكلام كان يصلح بضغطه زر. ولكن اليوم في قوانين بتمنع هاي المواقع من انها تشتغل. اداه ست اذا بتتذكروها، ست الكت اللي هي اختراق السوشيال ميديا اللي هي اداه السوشيال انجينيرنج، كنت تقدر من خلالها تبعت رسائل اس ام اس للناس، تعمل حالك من جيميل، تبعت رموز، تبعت روابط ملغمه اللي بدك اياه. اليوم هذا الكلام عليه قوانين ما بيقدر حدا يخليه متاح على الانترنت العادي، تمام؟ صار له كثير قوانين بتمنعه. فبالتالي الاشخاص اللي لسه عالقين في المكان الغلط مش عارفين شو يعملوا. فقبل ما افرجيك موقعي وافرجيك اكثر من شيء، تعال نشوف صار عندك شهادة مثل OSCB. يعني في البداية ارجع لقناتي، بدك تستمتع في الاختراق تعلمه بالشكل الصحيح، وبامكانك تشوف، تعال في عندي غرفة عمليات مختبر الاختراق، تعال نشوفها مع بعض. 51 فيديو من عمليات الاختراق المختلفة لسيرفرات جامعة، لسيرفرات بنوك، سيرفرات ألعاب، بيوت ذكية، كل ما يخطر في بالك. هي عبارة عن لابات موجودة على موقع تراي هاكمي، موجود فيها ثغرات عن عمد، وانت تسلى وحاول اخترقها بنفسك صديقي، تمام؟ فهذا هو الهدف منها، لحتى تسلي نفسك كمخترق وبنفس الوقت تتدرب بشكل عملي. حرب المخترقين، اخترقنا هون سيرفر وطردنا منه مخترق على أساس أنه إحنا جايين نساعد شركة، تخيل صديقي، وهي السلسلة ذات يعني أعلى مشاهدات عندي في القناة، تمام؟ فبإمكانك تشوفها وتطلع عليها. هي ما بتعلمك الموضوع من الصفر، لازم يكون عندك مستوى من مستويات التعلم، فبالتالي بتقدر تنتقل لدوراتي. وقبل ما أفرجيك دوراتي عشان ما تجيني في التعليقات وتحكي لي سيف أنت كل هذا الفيديو لتعلن لدوراتك، تعال شوف أبتايزر بليت اللي هو قسم صحن مقبلات في موقعنا، تمام؟ إيمانا منا بأن وقتك هو أضخم استثمار ممكن أنك تحطه بين إيدينا، فقد احترمنا وقتك. صح، المقبلات هي فكرة تستطيع من خلالها تقييم أسلوب المدرب سيف مخارزة في التعليم والتعرف على تكتيكات التدريب العملي، تمام؟ وبين يديك الآن مجموعة كثير كبيرة من المحتوى، من بثوث مباشرة من قناتي، دورات أساسيات أنا عاملها على موقع يوديمي، دورة اختبار اختراق أنا عاملها، ورش تعلم، تدريب عملي على اختبار الاختراق عن طريق تراي هاك مي واللي انت شفتها حاليا، كورس لينكس الهاكرز، كورس اختبار الاختراق زيرو تو هيرو، اكثر من شيء مع بعض من خلالها. سواء انت شخص ما عندك قدرة مادية تشترك في كورساتي المدفوعة ممكن تستفيد من هذا المحتوى المجاني الى جانب قناتي، او انت كشخص عندك القدرة المادية بس مش عارف هل اشترك مع سيف مخارزة ولا لا، فامامك هون دليل واقعي، شغلات مقتطفة اصلا من دوراتي، شوف فيها اسلوب شرحي، شوف انا شو بعمل، هل بتفهم علي، هل الموضوع عجبك، وخصوصي انت ركز على الامور المتعلقة بالاساسيات
بالمبتدئين عشان تعرف تستفيد من الموضوع صديقي. بالتالي هون انت بتنتقل للمرحلة اللي بعدها واللي هي الدورات المدفوعة. دورة اختراق الجوال حكينا عنها، دورة جمع المعلومات والاختراق بالطريقة الاستخباراتية واللي هو اسم اللي طبعا اغلب الناس اللي ما بعرف شو مشكلتهم مع كلمة الاستخباراتية مع انه مش انا اللي ألفتها. المجال اسمه أوسنت، Open Source Intelligence. Intelligence معناها استخباراتي. فانت لو الان انا الان عندي خلينا نحكي هدف اني اخترق شركه مثلا وبحثت عن الشركه على جوجل، هذا اسمها استخبارات مفتوحه المصدر اللي هي أوسنت. ليه الناس مفكره موضوع الاستخبارات انه تعال يلا اشتغل مع ابني دائره مخابرات خاصه فيك؟ هذا غباء. ولكن على العموم ما بدي اطلع عن الموضوع. هاي الدوره بتخليك مستشار امني للافراد، تتبع مواقع المخترقين، شويه ديجيتال فورنسكس، كيف تخلي تطلع دلائل لضحايا جرائم الانترنت يا صديقي، تحمي الناس من خلينا نحكي جرائم الابتزاز، تكتشف اذا حساباتهم مخترقة او جوالاتهم وتتبع لهم موقع المخترق وتعطيهم تقرير فيه. كثير كثير طرق من طرق جمع المعلومات. وايضا عندنا دورة اختبار الاختراق المتقدم، واكيد انت هون بتعرف شهادة OSCP العالمية، وهي شهادة في موضوع اختبار الاختراق، نفس الموضوع اللي بنعمله هون في اللابات في غرفة عملية مختبر الاختراق. بنقوم بتقديم خدمة اختبار الاختراق للشركات، فانا بدربك على هذا الشيء بشكل عملي، تمام؟ وهون بيجي عندنا اخر دورة اللي هي دورة اكتشاف الثغرات في تطبيقات الويب، اللي هي انك تكتشف ثغرات في المواقع وتحصل مكافآت مالية مقابلها. فبالنسبة لسؤال اخينا يا صديقي، تعال نروح لهاكر ون. هاكر ون بروغرامز، تعال نشوف مع بعض ايش عندنا. خلينا نحكي ايش في امور انا ممكن اعملها هون، تمام؟ نشوف نقدر الاكتيفيتيز. تعال نشوف اخر شخص متى اخترق. هذا الكلام قبل 4 ساعات. هاي في شخص مقدم لسيرفرات امازون AWS، Amazon Web Servers، VDB، ثغرة لقاها. هذا الكلام قبل 4 ساعات، وقيس معاها شوف عدد الأشخاص قبل 7 أيام، غيرها من الأمور. طب كل هذا الكلام أمامك، كيف بتحكي لي إنه الأنظمة صار موضوع محبط؟ الموضوع صار بده تعب، والموضوع اليوم بطل يمشي إلا للشخص الخبير. إذا الشخص تعلم بالطريقة الصحيحة وصار خبير، بتلاقيه بيشتغل بشكل ناجح في المجال، بيطلع فلوس من المجال، بيشتغل بالشكل الصحيح. بينما إذا الشخص لسه ماشي على الطرق القديمة اللي بطل إلها فائدة وانكشف إنها كلام فاضي، راح تلاقيه لحد اليوم يا بتسول دعم مادي من الناس، يا إما ما عنده أي شيء، ما عنده عمل حقيقي في المجال ولا أي نوع من أنواع الأعمال. فبتلاقيه فقط شخص ما عنده إلا كلامه، ما عنده شيء، يحكي والله على أيام الزمن الجميل ويتكلم عن الماضي كأنه عبارة عن جدك المتقاعد من الجيش. يعني الموضوع أتمنى أنه صار واضح بالنسبة لك صديقي. حابب تشترك في دوراتنا، تواصل معي على واتساب أو تليجرام أو أي حساب من حساباتي في السوشيال ميديا الموجود أسفل الفيديو بالدسكريبشن. كان معكم سيف مخارزي، مع السلامة.